ممثل مصري مغمور اشتهر بأداء الأدوار الثانوية، عمل في السينما والتلفاز لمدة تزيد على 30 عاما. أصاب الجميع بدهشة لارتكابه جريمة من كبرى الجرائم في تاريخ مصر. بطرس رؤوف بطرس غالي ولد لعائلة أرستقراطية من المسؤولين في مصر، فهو شقيق الوزير السابق يوسف بطرس غالي المقال في أحداث يناير يعني 2011. عمه بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، وحفيد الوزير بطرس غالي باشا المغتال في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، لرئاسته محاكمة الدنشوي المشهورة على يد الطالب إبراهيم الورداني. دخل بطرس غالي مجال التمثيل عام 1988 في فيلم سرقات صيفية، توالت مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية الطويلة. شارك في أفلام تيمور وشفيقة والمسافر وسمير وشهير وبهير. اتجه لدبلجة الأفلام الأنيميشن التابعة لشركة ديزني، فشارك في فيلم البحث عن نيمو والفار الطباخ. اشترك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات التي لاقت نجاحات جماهيرية. اشتهر بتقديم شخصية صدقي بيك في مسلسل ليالي أوجيني. ظهر في جميع أعمال الزعيم عادل إمام التلفزيونية مثل فرقة ناجي عطلة وعفاريت عدلي علام. سافر للولايات المتحدة الأمريكية واشترك في المسلسل الأمريكي رامي الحائز على الجولدن جلوب. شارك في أعمال رمضان 2019 في عدة أعمال من بينها الواد سيد الشحات وعلامة استفهام. في عام 2018 قامت قوات أمن مطار ساليرنو في إيطاليا بالكشف عن قطع أثرية داخل حاوية دبلوماسية. اكتشفت أكثر من 22 ألف قطعة أثرية موضوعة في حاوية تخص قنصلا إيطاليا سابقا. تنوعت القطع بين تماثيل فرعونية وعملات قديمة وبلاط من العصر الإسلامي. تعد تلك الواقعة واحدة من كبرى سرقات الآثار في العالم كله. حققت الحكومة المصرية في الأمر وكشفت عن شبكة صغيرة لتهريب الآثار. تزعم تلك الشبكة الممثل بطرس رؤوف غالي بالتعاون مع 3 آخرين، هم منقب عن الآثار ودبلوماسي وعامل بشركة شحن. تبين أنه يمتلك شركة سياحية تسمى حابي، وقد شكل العصابة بنفسه. استخدم علاقات عائلته الدبلوماسية في تسيير الأعمال وصولاً لخروج الآثار من ميناء الإسكندرية. تم القبض على الممثل وشركائه، إلا أن الدبلوماسية هرب قبل القبض عليها. لاتسلاف أوتكر سكاكال قنصل فخري سابق ويمتلك مركبا بالأقصر. بدأت الشبكة عملها عام 2001 لتجميع الأثار وتهريبها إلى إيطاليا. كانت تخرج عن طريق وضعها في حاجيات القنصل بإحدى شركات الشحن. وجهت المحكمة تهمة الإتجار بالأثار وتهريبها للممثل وأعوانه. حكم عليه في النهاية بالسجن 30 عاما. لتنتهي مسيرة فنان لم يأخذ حقه في التمثيل. شاركنا برأيك، هل يقنعك الممثل بطيبته حتى ولو كان مجرما في الحقيقة؟